La 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 la. My dad loves exercising. أنا رياضي أحب أبقى رشيق بس أتمرن مع أطفالي مو مع رفيق ما أحتاج أوزان ولا هالكلام أنا سويمان يساعدوني قبل ما أنام أنا سيقعد على ظهري وأنا بعمل بوش أب بعدين تقعد إيمان فوقه وتزيد الوزن كباك أب أحس بنفسي سوبرمان أقدر أعمل 100 بس مع أنا سويمان فوقي طلعت فاصولية كنت أتفرج على مصارعة لما كنت صغير حبيت حركة هولك هوغن لما كان كبير أمرن صدري على البنش 1 2 3 المشكلة لما أخلص لازم أكل شوكولاتة أقول لك ما يحتاج الواحد يروح النادي أتمرن في البيت مع أطفالك شيء مرة عادي عادي وممتع وما هو شيء عايب وقت التمرين أنسى الرياضة وألعب مع الحبايب